بل قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: مما حرم الله العادة السرية، وينكح الرجل ليده. قال لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. واستدل بحديث الصوم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بشنو؟ الصوم، فإنه له وجاء. قال: لأن هذه العادة أسهل من الصوم، أسهل من الصوم، ولو كانت جائزة لدل إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما خير بين أمرين إلا اختار شنو؟ إيسرهما. فدل على أنها لا تجوز، لأنه خيره إما أن يتزوج إن كان مستطيعا، أو يصوم إن لم يكن شنو؟ مستطيعا. تصوم، في شباب سيحيروك تقول ليه تزوج؟ لك والله ما بنينا لسه، ها انتظر لما تبني، لما تتم 40 سنة تزوج ساي واجر يا والله بيفتح عليك. لا لا والله، يقول لك كذا اصبر لنا شوية خلاص، ويقول لك أنا في فتن خلاص صوم. لا، يقول لك الشغلة دي مسخنة يا أخي، الموية الباردة كيف والعصير والموضوع ده كيف؟ طيب أنت الأذار دي، الأذار دي يسوي لك فيهم؟ ما هو واحد من اثنين، يا تصوم يا تتزوج، في حاجة ثالثة ثاني؟ ما في شيء، تتزوج وتصوم، والله تتزوج ولا تصوم. لما القرآن الله يقول لك سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. مش كلام واضح؟ واضح. بعديت البصر والفرج، تبقى علينا 10 بل 100 بل 1000. البصر تغض عن الحرام، بلدنا دي ملانة تبرج إلا من رحم الله، وإلا ما يعني ما رحم ربي من البلدان ومن الأماكن. يا محل ما تمشي تركب مواصلات، تركب جنبك بيت تحيرك ذاته، وذاته بيقوا ما بيخجلوا، والله الذي لا إله غيره يتونسوا معك ثوالي، طيب ما عملت حسابك يتونسوا معك، ومواضيع كثيرة. المرأة ما عادش في العربية راقبة أشياء، تقول لك والله الحرامية في البلد دي كتروا خلاص. يوم ذاك أنا جيت معايا أبو أولادي والحرامي خطف الموبايل وإلى آخره، جرى بك موضوع أنت تقعد برضو تحكي ليها، أنا برضو سرقوني وخطفوا بالقزاز وقربت ألحقه ودي العصابة متفقين سوا، واتصلت قفل الموبايل، مواضيع بس. والله الذي لا إله غيره نساوين يفتحوا مواضيع ونسات كثيرة جدا، تحيروك ذاته دي في محل عام، تمشي دار تشتري لك حاجة دكان من غير سبب، المرة تضحك تضحك وتتلفت عليك تجر الونسة، هي شغلة والسكر ده زمان كان رخيص، وكنت تخش في السكر والله يمرك كنت أنا، والله الذي لا إله غيره. إذا تخش في موضوع محل تاني برضو تلقاه، أي محل يجر معاك كلام 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 كلام، وإلى الله المشتكى. وتبرج، تغض بصرك وتحفظ فرجك من الزنا ومن كل الفواحش.